بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل المحاضرة الثالثة. حقيقة هي محاضرة واحدة بس نجزئها حتى لا يصير يعني الفيلم طويل، ويعني يصير ياخذ ساعة كبيرة ويجوز ما ينفتح عندكم ويصير ثقيل على حاسباتكم، فدا نجزئها. موضوع الانترنال انرجي والانثالبي، الطاقة الداخلية والانثالبي، وايضا كنا نسميه الهيت كونتينت بعض المصادر تسميه، والسبيسيفيك هيتس بالنسبة للايديال غاز. الايديال جازز هذه شلون ترتبط بيناتها وشنو قوانينها؟ طبعا نخلي ببالنا مثل ما عرفنا هنا كل ذني القوانين هسه اللي راح ناخذها قوانين مهمه. اليو هي داله لدرجه الحراره، داله للتمبرتشر، اليو الطاقه الداخليه، وداله بالنسبه للغاز المثالي فقط للتمبرتشر، ما تعتمد بس على درجة الحرارة، ما تعتمد لا على الحجم ولا على الضغط، وهذا موجود عندكم بالكتاب، ما أريد العفو بالمحاضرات، ما أريد أتطرق إليها الآن، لأنه هي تجربة العالم جول اللي أثبت بها لما جاب دورقين، واحد بغاز بضغط معين، والآخر دورقين متساويات بالحجم، واحد بغاز والآخر فارغ، وبيناتهم صمام، فتح الصمام تغير الضغط بالقاروره بالدورق الاول، فتح الصمام بيناتهم، صار الضغط متساوي بيناتهم بين الدورقين، فالدورق الفارغ صار بغاز هواء، الدورق الاول اللي كان ب يعني غاز بضغط معين هبط اكيد قلبي الضغط، متساوين هم بالحجم، فمن يتغير هنا الحجم وتغير يعني حجم الغاز وضغط الغاز تغير، ما صار اي تغير بدرجه الحراره بالنسبه للدورقين ذولا، يعني اللي كان واضعهم باناء، اناء يحتوي على ماء، فثبت بها وتقدرون ترجعوا لها بالمحاضره، ثبت بها انه الطاقه الداخليه للغاز المثالي ما تتغير مع الحجم والضغط، وإنما تتغير فقط مع درجة الحرارة. يعني وضع محرار يقيس درجة، شاف أنه درجة حرارة الماء ما تغيرت، دليل على أنه درجة الحرارة كانت ثابتة من غير الحجم والضغط بالنسبة للغاز المثالي اللي كان بالدورق الأول وبعدين انتقل إلى الدورق الثاني. هذه يعني خلاصة التجربة اللي سواها جول، فأثبت أنه الطاقة الداخلية بالنسبة لي الغاز المثالي هي دالة فقط لدرجة الحرارة وليست دالة للضغط أو الحجم. ومثل ما عرفنا الانثالبي أو الهيت كونتينت الاتش، طبعا هنا كلها دا نستخدمها نوعية يعني لوحدة الكتلة، السمول اتش يساوي لنا سمول يو زائد ام بي في سمول في، وأيضا هذا معناها الانثالبي، الانثالبي يساوي لنا الطاقة الداخلية زائدا طاقة الإزاحة واللي تعرفنا عليه بالمحاضرة السابقة أو القبل السابقة. البي في الفي، البي في سمول في هو يساوي لنا الار في التي، هاي من معادلة الحالة، هاي معادلة الحالة. فإذا أقدر أقول الانثالبي يساوي لنا يو، يعني أعوض هاي البي في الفي اللي يساوي لنا ار تي أعوضها هنا، راح تصير عندي الانثالبي اللي هذا نشوفه يساوي لنا اليو زائد ار في التي. اذا الانثالبي هو ايضا داله المن، اذا هاي اليو هي داله لدرجه الحراره. اذا الانثالبي ايضا هنا ار في تي ثابت في درجه الحراره، اذا الانثالبي هو ايضا داله لدرجه الحراره. لكن هو مو داله فقط لدرجه الحراره، داله ايضا للحجم والضغط، لان هو مثل ما نشوف ال H يساوي ان U زائد P في ال V. طيب اذا ال U و ال H هم دوال لدرجة الحرارة، دوال لدرجة الحرارة مثل ما شفنا. هنا نجي على كل واحد منهم شو يساوي. دائما هاي المعادلة خليها للغاز المثالي، الديو التغير بالطاقة الداخلية يساوي لنا السي سب في، وهنا هي السي سب في دالة أيضا لدرجة الحرارة، لكن قلنا الحرارات النوعية سواء بثبوت الضغط أو بثبوت الحجم هنا أو بثبوت الضغط تغيرها يكون تغير بسيط مع شنو؟ مع درجة الحرارة
بالنسبة للغاز المثالي، وتغيرها يكون خطي. فتكون الديو يعني التغير بالطاقة الداخلية، هنا أنا أقدر أكتب دي يو. ليش؟ لأنه هنا التغير لح يكون مع درجة الحرارة، والدي اتش يساوي لنا سي سب بي، والسي سب بي هي للتي في الدي تي، في الدي تي. هذه لازم نعرف. إذن الديو يساوي لنا يعني التغير بالطاقة الداخلية يساوي لنا سي سب في في تغير بدرجة الحرارة، والدي اتش يساوي لنا سي سب بي حرارة نوعية بثبوت الضغط في الدي تي. هذه لازم أعرفها، واضحة؟ هذه لازم تكون واضحة بالنسبة لكم. طيب أيضا إذا عدي لفترة محددة، يعني إذا عدي مثلا منطيني التغير معادلة لتغير الحرارة النوعية مع درجة الحرارة، استخدم هذا التكامل من اطلع الدلتا يو. يعني هاي الدي يو هنا أنا اقدر اكتبها دلتا يو، لان هي الدالة اليو والاتش دالة للتي، دالة للتمبرتشر. فدلتا يو يساوي ان يو 2 ناقصا يو 1، يعني التغير الفاينل ناقصا الانيشال، يساوي ان تكامل من 1 الى 2 سي سب في اللي هي دالة للتي في الدي تي. يعني إذا عندي معادلة منطيني معادلة للحرارة النوعية بثبوت الحجم، معادلة للتي تربط التي ويا الفي ويا السي في، العفو سي سب في، منطيناها دالة للتي، منطيناها فدالة معينة، فمعادلة معينة بدلالة التي، دي تي اقدر اكاملها اطلع الدلتا يو. ايضا الدلتا اتش بنفس الحاله تكامل من 1 الى 2 سي سب بي اذا هو داله للتي في الدي تي. وايضا لانه الخاصيه الرابعه، اذا نعرف خواص ومواصفات، قلنا الغاز المثالي، مواصفات الغاز المثالي بايش يتصف، اذا نرجع لموضوع الغاز المثالي بالمحاضرات، النقطه الرابعه قلنا شنو التغير بالحرارات النوعيه للغاز المثالي، يعتمد على درجة الحرارة، والتغير بهن يكون دالة لدرجة الحرارة، وتغير بسيط أو تغير خطي أيضا أقدر أعتبره تغير بسيط وخطي، وممكن أخذ الأفرج. يعني إذا عدي لي بضع مئات من درجات الحرارة، تغير لبضع مئات من درجات الحرارة، أقدر أخذ السي سب في المعدل. يعني هي بالتي 2 لها سي في معينة، المادة الغاز المثالي بالتي 2 إلى سي في معينة، وبالتي 1 إلى سي في معينة. فمن أريد أطلع التغير بالطاقة الداخلية بين الحالة 1 والحالة 2، أقدر أخذ معدل تغير السي سب في بين الحالة بين بدرجة الحرارة 1 وبدرجة الحرارة 2، إيش قد يتغير السي سب في، أخذ المعدل وأضربه بالتغير يطلع لي التغير بالطاقة الداخلية. وبالنسبة للإنثالبي أيضا، التغير بالإنثالبي H2 ناقصا H1، أقدر أخذ معدل التغير، يعني بدرجة الحرارة T2 المادة أو النظام إلى CP خاصة، وبدرجة الحرارة T1 إلى CP خاصة. فالمعدل مالتهن مثلا هنا CP بدرجة الحرارة T2 خلينا نقول مثلا المية مئوي، السي سب بي مثلا واحد، بالتي 2 تي 1 خلينا نقول كان الصفر مثلا، خلينا نقول اقل من 1 998، المعدل بيناتهم اخذ المعدل بيناتهم هذه السي بي، يعني السي بي الاولى والسي بي الثانيه، المعدل مالتهم الافرج وحده زائدا الثانيه على 2، واضرب في التغير في درجه الحراره يطلع لي التغير بالانثالبي. هسه اكو علاقات تربط السبيسيفيك هيتس بالنسبه لي الغازات المثالية، اكو علاقات تربط السبيسيفيك هيتس بالنسبة للغازات المثالية، يعني الحرارات النوعية للغازات المثالية، اكو ريليشن بين السي سب بي والسي سب في للايديال غاز. ممكن انا احصلها بالطريقة التالية، عندي الانثالبي شو يساوي لنا؟ اليو زائدا
في في البي في في البي في في سمول في انه هو ممكن من معادلة الحالة اسميه الار تي، فاقدر اقول الانثالبي يساوي ان يو زائد ار تي، والدي اتش مشتقة هاي المعادلة يساوي ان دي اتش يساوي ان دي يو زائد ار دي تي، لان الار هنا ما يشتق ثابت، ار دي تي يعني اشتق هاي المعادلة مال الانثالبي، اتش يساوي ان يو زائد ار تي اشتقها دي اتش يساوي ان دي يو زائد ار دي تي. هسه هذه اذا اعرف انه اعوض الدي اتش يساوي ان سي سب بي في الدي تي، الدي اتش هو سي سب بي في الدي تي، والدي يو هو سي سب بي في الدي تي، اعوضها هنا، وهاي عندي الار دي تي، اذا اقسم كل هاي المعادله على دي تي على دي تي شو ينتج لي؟ يعني هذه اذا اقسمها على دي تي هاي سي بي سي سب بي في الدي تي، وهذه سي سب في في الدي تي، وهذه ار دي تي، اقسم كل المعادله على دي تي راح يطلع لي سي سب بي يساوي ان سي في زائد ار. هاي معادله مهمه، السي سب بي يساوي ان سي سب في زائد ار، يعني الحرارة النوعية بثبوت الضغط تساوي لنا الحرارة النوعية بثبوت الحجم زائد ثابت الغاز. هاي معادلة مهمة جدا، هاي المعادلة خلي اسويها بغير لون. خلي اسويها بغير لون. هل اسويها باللون الاحمر. معادله مهمه بالنسبه لكم، هذه المعادله قلنا مهمه وتمر علينا تربط لنا الغاز، يعني علاقات الحراره النوعيه للغاز المثالي ويا ثابت الغاز، هاي العلاقه مهمه. وايضا اكو علاقه اخرى تربط لي الغاز الحرارات النوعيه للغاز المثالي، الجاما تساوي ان سي بي سي سب بي على سي سب في، يعني الجاما نسميها ال سبيسيفيك هيت ريشيو، سبيسيفيك هيت ريشيو جاما ارمز لها هي تساوي لنا سي سب بي على السي سب في، هذه جاما ارمز لها. هذه طبعا الجاما بالنسبه لي الغازات المثاليه اللي هي تكون احاديه الذره، أحادية الذرة تكون تتراوح قيمتها بهالحدود 1.667. الغازات المثالية الثنائية الذرة يعني الأكسجين مثلا ثنائي الذرة فإلى إلى الحرارة النوعية 1.4 1.4. هذه بالنسبة لي الحرارات النوعية تقريبا، يعني هذه قيمها. نكمل المحاضرة القادمة وأشكركم، يعني أقدر هنا أعطيكم فد واجب صغير، واجب بسيط أريد منك، هذه الجاما دلالة هذه الجاما تطلع لي علاقة الجاما مع الآر، علاقة الجاما مع الآر، يعني تطلع لي العلاقة الجاما تساوي لنا فد شي ويا الار، ويا الار مع يعني شي بسيط كلش. هسه اذا تسووه الجاما شي يساوي لنا سي بي على سي في، يعني تقدر تقول هنا تعوض عن السي في او تعوض هنا عن السي بي يساوي لنا، تقدر تقول هو الجاما في سي في، جاما في سي في، طلع السي في منا ومنا مشترك، فتطلع لي علاقه تربط السي بي تربط السي الجاما تربطها ويا الار. وهنا واشكركم حتى نصير هوايه.